day and all night. We'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright. ربما لم يعد أمرا بعيد المنادي. الحلم الذي راود كثيرين طوال عقود بأن يصبح التحليق في السماء بنفس سهولة قيادة السيارة على الأرض. مؤسسة سكاي درايف إنك واحدة من بين عشرات المؤسسات التي تعمل على تحقيق الحلم حول العالم نفذت تجربة طيران ناجحة وإن كانت متواضعة لأحد نماذجها الذي حمل على متنه شخصا واحدا في تسجيل مصور تم عرضه على الصحفيين الجمعة ارتفعت آلة غريبة الشكل تشبه دراجة نارية ملساء مزودة بمراوح دفع عن الأرض لمسافة تتراوح بين متر ومترين في منطقة محاطة بشباك لأربعة دقائق. أعجبك الفيديو؟ لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.